بوم. هلو ايفري وان حبايب قلبي جريد 5 مكملين مع بعض منهج كونكت. النهارده عندنا في يونت 2 ليسنز 5 اند 6 هنتكلم عن رايتنج, ازاي بنكتب باراجراف عن موضوعات معينه, وهنتكلم عن بايوجرافي سبورتس بايوجرافي اللي هي السيره الذاتيه لشخص رياضي. هنكتب بقى عن اسمه وان هو لعب فين واتولد امتى, وهنعرف كل حاجة. وعندنا بروجكت عن water pollution او تلوث الماء. تعال نبدأ كالعادة بالفوكاب بتاعنا, كلماتنا. هنشوف كده اول كلمة عندي كلمة اولمبيك. اولمبيك. بص يا جميل, عندي كلمة اولمبيك نكتبها كده اولمبيك. في حاجة اسمها Olympic Games. Olympic Games اللي هي دورة الألعاب الأولمبية, دي بتتعمل كل 4 سنين في دولة مختلفة, والفايز في الألعاب بياخد المركز الأول بياخد Gold Medal, ميدالية ذهبية, و Who comes first اللي بيجي في المركز الثاني بياخد Silver Medal, ميدالية فضية, اللي بيجي ثيرد اللي بيجي في مركز ثالث بياخد برونز ميدال. اوكي اوكي, دي اسمها اولمبيك جيمز. عندي بعد كده اللاعب اسمه بلاير, جايه من كلمه بلاي يلعب, هنحط لها الاي ار تبقى بلاير لاعب. عندي كمان شخص رياضي اسمه اثليت. اسمه ايه؟ اثليت. بص الاي وبعدين حرف ساكن اي تعمل لي لونج اي, يبقى دي منطولها شويه نقول اثليت. اوكي, تلوث الميه اسمه water pollution. كلمه شرف او فخر اسمها honor. الاتش سايلنت زي ما قلنا honor. honor. it's a great honor. ده شرف كبير, شرف عظيم. تايكواندو خدناها طبعا. برونز ميدال, الميدالية البرونزية. برايز يعني جايزة. برايز لما اقول بتفوز بجايزة يفوز بجايزة يعني وين ا برايز. وين ا برايز. جميل. كلمة ضار harmful. طب مين شاطر جدا يقولي what is the opposite of harmful, عكس harmful. harmful يعني ضار, يبقى عكسها ايه؟ نافع. مين يقولي نافع يعني ايه؟ اللي هيقول هياخد 10 pounds. طب هقولها وبأسأل فيها بعد كده. اسمها useful. useful يعني نافع, عكسها الاوبوزيت بتاعها harmful يعني ضار, يبقى هنا useful و harmful. اوكي. biography يعني السيرة الذاتية. يعني ايه السيرة الذاتية دي؟ يعني الشخص اسمه ايه, اتولد امتى, ايه انجازاته في حياته, عمل ايه, درس فين, مات امتى, لو كان مات يعني, او قتلناه بقى. flag العلم, Egyptian flag العلم المصري. awards. awards اللي هي الجوائز. training. انا عندي كلمة train يعني يتدرب, زي train قطار بالظبط, احط لها ing بقت training اللي هو التدريب. اوكي. عندي كلمة مشهور, ركز معايا بقى عشان كلمة مشهور دي اسمها famous, وبرضو اسمها known, وبرضو اسمها popular. يا واد يا popular, famous قوي في نفسه, يا واد يا popular. sports person شخص رياضي. bronze. water bodies المسطحات المائية. habitat عارفينها طبعا, الموطن او البيئة اللي بيسكن فيها الشخص. كلمة قمامة الزبالة اسمها ايه؟ بص اسمها garbage. اسمها ايه؟ garbage. ولها كمان اسم rubbish. طب دي ليها كمان اسم trash. الحق, دي ليها كمان اسم litter.
يبقى القمامة ممكن تبقى أي واحدة من دول. شخص يعني person. شخص المغربي الجنسية اسمه مراكن. الناس اللي عندها احتياجات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة اسمها الاحتياجات الخاصة special. عندنا C-I-A-L المقطع ده بننطقه شار special. Special needs احتياجات خاصة. عندي ضد يعني against. احنا قلنا يا شباب كلمة خلي بالك كده الفعل يتنافس يعني ايه يتنافس خدناها اسمها compete والماضي بتاعها competed. الشخص المتنافس نفسه بقى اسمه ايه yes competitor. جميل. طب البطولة او المنافسة نفسها اسمها competition. البطولة او المنافسة نفسها. عندي المستقبل اسمه future. الماء المهدر اسمه waste water. جميل. المواد الكيماوية اسمها chemicals. الكائنات الحية اسمها organisms. الذهب gold. كلمة ينجز او يحقق انجاز اسمها achieve. طب الانجاز نفسه اسمه achievement. انجازات بقى achievements. بص يا جميل كلمة ناجح شخص ناجح اسمها successful. لحد هنا بس اسمها success اللي هو النجاح. لو حطيت لها full بقت successful يعني ناجح. Rio Olympics. احنا قلنا على الاولمبيكس اللي هي الالعاب الاولمبية اللي بتقام كل اربع سنين في دولة مختلفة. من ضمن البلاد اللي اتعملت فيها بلد اسمها Rio Olympics. وفي برضو اتعملت اولمبيك جيمز برضو في طوكيو اللي هي عاصمة جابان اليابان. اتعملت فيها برضو اولمبيكس نقول طوكيو اولمبيكس. Therefore. نتيجة لذلك. Agricultural يعني زراعي. Wildlife. كل الدي. Wildlife. سينك لا معنيين. سينك معناها يغرق وسينك معناها حوض. ناخد الفيربس بقى الكونجيجيشن اوف فيربس. عندي carried يحمل والماضي بتاعها. Join يعني ينضم يلتحق بفريق مثلا. Joint. يستمر continue. والماضي continued. يتنافس compete. والماضي competed. يقتل kill. والماضي killed. يدمر destroy. الماضي destroyed. يتجنب يبعد عن الحاجة avoided. Irregular verbs بقى عندي win, won. Become, became. Lose, lost. Bear, bore. Yes. عندي expressions تعبيرات بقى معينة. لما عايزين نقول هو ولد في هنقول he was born none. ولد في وبعدين نجيب التاريخ بقى بتاع ميلاده. لو عايز اقول هي ولدت في اقول she was born none. هي اتولدت في واقول التاريخ بتاع ميلادها. With special needs
وسبيشال نيدز يعني عنده احتياجات خاصه او ذوي احتياجات خاصه. At the age of لما اقول وهي عندها 5 سنين في عمر 5 سنوات at the age of 5 طبعا وفي عمر 7 سنوات at the age of 7 at the age of yes compete against يعني يتنافس ضد going to ينتقل إلى practice hard يتدرب بجد famous for مشهور ب win a medal يفوز بجائزة hold for يعني يحمل لأجل such as مثل تعال بقى جميل كده نشوف عندنا الريدنج بتاعنا بيتكلم who the famous sports person is مين الشخص الرياضي المشهور اول حد عندنا هنا البنوتة دي اسمها هدايا ملاك هدايا ملاك is a famous Egyptian taekwondo player دي لاعبة تايكواندو مصرية مشهورة جدا She's one of the two people واحدة من الشخصين الاثنين who carried the Egyptian flag اللي حملوا العلم المصري at the Tokyo Olympic Games في الألعاب الأولمبية اللي كانت مقامة في طوكيو في اليابان in 2021 سنة 2021 This is a great honor This is a great honor ده شرف عظيم ان هي تحمل علم مصر في الاولمبياد Further information about her sport and her achievements معلومات اضافية بقى عن الرياضة بتاعتها وانجازاتها اللي هي عملتها هداية was born on April 21, 1993 اتولدت في 21 ابريل عام 1993 she began practicing taekwondo بدأت ممارسة لعبة التايكواندو at the age of 7 وعمرها 7 سنوات and won many prizes at the age of 14 وفي عمر ال 14 فازت بجوائز كتير جدا هداية won many important awards بص بقول important اوكي يلا نقولها كده هداية won many important awards يعني فازت بجوائز مهمة جدا she won the bronze medal at the Rio Olympics in 2016 فازت بالميدالية البرونزية في اولمبياد ريو سنة 2016 She also won the bronze medal in Tokyo. كمان فازت بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو in 2021 سنة 2021. هداية is a very kind person. شخص طيب جدا هي. In 2016 she helped a Moroccan athlete with special needs. ساعدت احدى الرياضيات المغربيات اللي عندهم احتياجات خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة اسمها ايه؟ اسمها راجا جارماش راجا جارماش دي البنت المغربية اللي ساعدتها هداية راجا had no one to compete against ما كانش عندها حد تلعب قصاده وتتنافس معاه So هداية became her competitor هداية قررت ان هي تبقى المتنافس قصادها and lost وخسرت قدامها المباراة وكانت راجا فرحانة جدا ان هي لعبت وكسبت شفت بقى عملت هي عمل خير ان هي خلت بنت من بنات with special needs اللي عندهم احتياجات خاصة تلعب وتكسب كمان بيقول لي هنا راجا could therefore win the gold medal راجا بعد كده قدرت ان هي تفوز بالميدالية الذهبية and it was a very special moment for her ودي كانت لحظة مميزة جدا بالنسبة لها
What Hidayah will do next? هتعمل ايه هدايا بعد كده؟ What does the future hold for Hidayah? مخبلها ايه المستقبل بقى؟ She's practicing hard. بتتدرب بجد. She really wants to win a gold medal. نفسها تفوز بميدالية ذهبية. ده reading هتبعتهولي. هنا بيعلمني ازاي اكتب بايوغرافي او سبورتس بايوغرافي، اكتب عن سيرة ذاتية لشخص. تعال اعلمك تكتب ازاي عن السبورتس بايوغرافي. بنختار شخص رياضي سبورتس بيرسون علشان نكتب عنه بايوغرافي او سيرة ذاتية. روح قايلين مثلا my favorite sports person، الشخص الرياضي المفضل بالنسبة لي. ابدأ اكتب بقى عن اول حاجة name of the person. هقول كده هسيب حتة فاضية في الشمال واقول my favorite sports person is هداية ملاك. ما تنساش طبعا الاسماء بتبدأ بكابيتال. يبقى قلت الاسم اهو، her name is هداية ملاك. بعد كده بقول اتولدت امتى او اتولد امتى. لو عندي شخص مذكر هقول he was born on، عشان دي مؤنث هقول she was born on. وبعدين اكتب تاريخ ميلادها. هنا قال لي she was born on April 21، واكتب السنة بعد كده 1993، اتولدت في سنة كذا. ابدأ اقول بقى هي بدأت الرياضة دي في سن كام. She began يعني هي بدأت her sport، بدأت الرياضة بتاعتها at the age of 7. ونبدأ نقول بقى هي ايه اللعبة بتاعتها. خليني اقول مشهورة، يبقى اقول she is a famous Egyptian taekwondo player. She's a famous Egyptian taekwondo player. يعني هي لاعبة تايكواندو مصرية مشهورة. ونبدأ بقى نقول ان هي كانت اول واحدة تعمل كذا. She was the first to، هي اول واحدة تعمل كذا. طيب ما عنديش هنا معلومات عن ان هي اول واحدة تعمل كذا. هنقول مثلا ان هي حملت علم مصر في الاولمبياد. هنقول بقى هي حملت علم مصر، هتقول she يحمل يعني ايه carry، والماضي بتاعها carried. She carried the Egyptian flag at Tokyo Olympics. بتبقى بتبدأ بكابيتال طبعا هنا طوكيو عشان بلد، وأولمبيكس عشان حاجة مشهورة. نبدأ نقول إنجازاتها بقى. She won many medals. بص كده، she plays tennis. هي بتلعب تنس. As well as، بالإضافة إلى، she plays، ماشي، basketball. تعال نشوف another biography عن شخص رياضي تاني اهو. A sports biography about شريف عثمان.
شريف عثمان is a famous athlete. لاعب مشهور. He won many awards. فاز بجوائز كتير. He can compete in important competitions. بيقدر يتنافس في منافسات أو بطولات مهمة. He wants to win new medals in the future. عايز يفوز بميداليات جديدة في المستقبل. His sport is weightlifting. Weightlifting اللي هو رفع الأثقال. جاي من كلمة احنا قلنا كلمة weight يعني وزن. Weight يعني وزن. ولفت يعني يرفع. لما احطها كده على بعضها واقول weightlifting اللي هو رفع الأثقال. Spends many hours بيقضي ساعات كتيرة training every day وهو بيتدرب كل يوم. عندي بقى project مشروع كده عن water pollution أو تلوث الماء. When harmful chemicals go into water لما المواد الكيميائية تدرب بتدخل جوه المية. When harmful chemicals go into water bodies لما المواد الكيماوية الضارة بتدخل في المسطحات المائية like rivers زي الأنهار lakes البحيرات and seas والبحار. We call this water pollution. بنسمي ده تلوث الماء. Water pollution can kill organisms. تلوث الماء ده ممكن يقتل الكائنات الحية that live in the water اللي عايشة في المية. Such as مثل fish, birds and crabs. Fish اللي هو السمك, birds الطيور and crabs والكبريات. طب حد يقول لي هي birds بتعيش في المية بس birds بتأكل fish بيأكلوا السمك اللي عايش في المية. فالسمك ده لو كان مسموم هيخلي مين يموت؟ birds الطيور. Water pollution can kill organisms that live in the water such as fish, birds and crabs. It can also أيضا ممكن يعمل إيه؟ kill birds that eat the fish. يقتل الإيه؟ الطيور بتاكل السمك. Water pollution can cause animals to lose their homes. تلوث الماء ده ممكن يتسبب إن الحيوانات تفقد منازلها and change their habitats ويغيروا البيئات اللي عايشين فيها خالص بسبب water pollution تلوث الماء. هندرس هنا causes الأسباب بتاعت water pollution. أول حاجة waste water from sinks المية المهدرة من الأحواض toilets الحمامات and showers والاستحمام أو الدش. ايه كمان causes المسببات ايه كمان waste water and chemicals from factories المياه المهدرة من والمواد الكيميائية المهدرة من المصانع. Waste water from agricultural land المياه المهدرة من الأراضي الزراعية and cities والمدن into rivers اللي بتصب في الأنهار. Effects الآثار احنا قلنا causes المسببات هنقول بقى effects اللي هي الآثار. Dirty water المياه المتسخة أو غير النظيفة can make children and old people ill هتخلي الناس العواجيز الكبار في السن والأطفال يتعبوا. Polluted water المياه الملوثة destroys wildlife in rivers دي بتدمر الحياة في الأنهار. Solutions الحلول بقى save as much water as possible ان احنا نوفر مية على قد ما نقدر قدر المستطاع. Take shorter showers ناخد الدش في وقت اقل شوية مش ندخل الحمام ونقعد سنة بقى. Avoid running water تجنب المياه الجارية ابعد عنها. Never throw garbage in or near a lake or beach
اوعى ترمي الكمامة قريب من البحيرة او الشاطئ. تعال بقى نحل على كلام اللي احنا اخذناه ده ونشوف الاكسرسايز. بص يا حبيب قلبي بقى هنا كده. He studied hard. هو ذاكر بجد to be a space student. عشان يبقى ايه؟ student. عشان يبقى طالب ايه؟ yes successful. برافو. طالب ناجح. successful student. successful. يلا كلنا نكتب successful. successful student. he's a sports person. هو شخص رياضي. he's a famous athlete. برافو عليك. يعني هو لاعب رياضي مشهور. athlete. يلا يا جنى. he won his first gold medal. excellent. فاز بأول ميدالية ذهبية in 2012. قول يا محمد مروان. chemicals in water is harmful. المواد الكيماوية harmful. ضارة. نروح للاكسرسايز بتاعنا بقى. هداية ملك is a famous Egyptian taekwondo player. she was born in 19. بص لما نيجي نقرأ الرقم نقسمه اتنين كده. 1993. she's a very قولي عنوز. she's a very kind person. برافو عليك. هي شخص عطوف جدا وطيب جدا. عمرو وسيم. she helped a Moroccan athlete. برافو. ساعدت احدى الرياضيات المغربيات with special needs اللي عندها احتياجات خاصة. راجا جارماش had no one to compete against. ما كانش عندها حد تتنافس قصاده. so هداية became her competitor. المتنافس قصادها. competitor. and lost. Raja could therefore win the gold medal. قدرت بعد كده تفوز بالميدالية الذهبية. يلا أسيل. she began practicing taekwondo. بدأت ممارسة التايكواندو at the age of 7. في عمر السابعة. هداية was born on. قول يا جوج. أيوة. احنا قلنا was born on يعني ولدت في April 21, 1993. بعدين number 2. was born on يعني ولدت في. أو ولدت في. athletes. اللاعبين الرياضيين want to. athletes want to. excellent. win the gold medal. عايزين يفوزوا بالميدالية الذهبية. dirty water can make. excellent يا مرار. children and all people sick. dirty water المية الغير نظيفة دي ممكن ايه تتسبب ان children الاطفال و all people الناس الكبار في السن يبقوا sick مرضى تعبانين. reorder. يلا هنا المستقبل مخبلها ايه؟ what. برافو. what does. اداة استفهام فعل مساعد. فاعل فعل. بقيت الجملة question mark. ادي الفعل المساعد does. the future الفاعل. what does the future. hold for her. ماذا يخبئ لها او ماذا يحمل لها المستقبل. what does the future. ايه future دي البايظة دي. what does the future. what does the future hold for her.
What does the future hold for her? ماذا يحمل لها المستقبل؟ قولي يا إنجي. هدايا، أدي بدأنا بالفاعل، يبقى نجيب بعده فعل. برافو. وان فازت، يبقى نجيب مفعول. ميني اووردز، هدايا وان ميني اووردز، يعني هدايا فازت بجوائز كتير. هدايا وان ميني اووردز. المياه الملوثة بتدمر الحياة في الأنهار. المياه الملوثة اللي هي ايه؟ قولي يا مياه، قولي يا مياه. polluted water destroys، بتدمر wildlife، destroys wildlife، بتدمر الحياة. برافو عليكي. in rivers، في الأنهار. يبقى أقول هنا polluted water destroys wildlife in rivers، المية الملوثة بتدمر الحياة. in rivers، في الأنهار. قولي عنوس هنا، لماذا هو رياضي مشهور؟ Why is he، يا سلام على الجمال، Why is he a famous sports person، حبيب قلبي انت، Why is he a famous sports person، ليه هو شخص رياضي مشهور؟ Why is he a famous sports person؟ رجع معايا على كلمات اليونت بسرعة بقى كده. سكواش، كونغ فو، سيلينج، كاراتي، هاندبول، فوتبول، تنس، سويمينج، تايكواندو، أثليت، جرين هاوس، اير فريشنرز، كوب، Rose، pot، feet، sit، cube، bat، skate، red، neck، sock، robot، teacher، spider، good at، great at، bad at. فاكرين دول؟ قلنا لازم يجي بعدهم يا إما noun اسم، يا إما verb plus ing. I'm very good at playing football، but I'm very bad at sailing. He's great at drawing. وطبعا فاكرين الايه؟ ال adding وال subtraction، بنجمع من اليمين للشمال، from right to left، وال decimal point بنخليها زي ما هي. هناخد ده homework. بص هومورك عشان يبقى عندنا تيست المره الجايه، ركز على الباراجرافز دي، اقراها كويس عشان هيجي منها في التيست، وهتاخد لي ده هومورك وهحله معاك المره الجايه كده مراجعه، وهناخد تيست الحصه الجايه ان شاء الله، السيشن الجايه على يونت 2 كده. Our session has come to the end and when we finish we always say goodbye.